إنها ليست منطقة مهجورة ولا منكوبة، إنه حي من أحياء مدينة الصدر شرقي بغداد. الأهالي هنا يشكون فقر الحال ومرارة الحياة. أم رقية ذات 40 عاما تسكن هنا بين جدران متهالكة وتفترش الأرض، مستأجرة منزل شيد تحت خطوط نقل الطاقة الكهربائية، تحيط بهم النفايات والأنقاض من كل مكان. أول شهر من يطول نعد عيش، آكل وأشرب، 15 يوم يخلص مصرف ما عندي، أكثر شيء ما عندي، أكثر شيء انضغيت، مختنق من وضعيتي، تعبان يعني، أضف البيت هو يعني غلاف كله ناس تطيني، غلاف كله مشقق أغسل بيهن، فراش تعبان، وضعيت تعبانة، كنتور مكسر، سنق ما عندي، سنق مكسر، طوني الناس يعني، كله نعم الله على الناس لمون غلاف، عندي التهاب عظامي، التهاب قالوا روماتيز، وعندي سوفان، عندي سخونة بالعظام ما تتيهني، دائما وياي، يعني. وما راجع بروح، أنا ما راجع، ما عندي فلوس. كل شخص هنا في هذا الحي له قصة مختلفة، فالفقر والمرض وسوء الحال جعل الرجال والأطفال والنساء في حيرة من أمرهم، يبحثون عن حلول لهم ويتحدثون عن إهمال حكومي لهذه المنطقة منذ سنوات طويلة. نناشد الحكومة على تشكيل الحكومة، شو وقت تشكل الحكومة يا أخي؟ اخذوا الحكومة، خلي يهودي يجينا، يهودي يجي الهاي الوادم، تسمعني بس، كون ينصفها يعني بانصاف، يباوع للفقير، يباوع لهاي الوادم، خلونا نترحم الا صدام، خلونا نترحم له، وهاي ال 500 ديناران وعود ابوهم خير مثل ما تقولون، محسوب على الوادم خير، وهاي وهاي هذا الخير هاي بجيبه. وبهدف تحديد خريطة جديدة للفقر متعددة الأبعاد، من حيث الصحة والتعليم والسكن والبطالة ومستوى الحرمان الغذائي، أطلقت وزارة التخطيط مسحا ميداني في 6 محافظات عراقية سيتم إعلان نتائجها خلال العام المقبل. من بغداد المرغزي، روداو.